المشتركين في بوليفارد المواهب فيها كثير من الأوقات الحلوة، والأسبوع الماضي متعة جالكسي زادت لحظاتهم سعادة، خاصة بعد ما حققت أمنية بسمة. ودام بسمة اللي فازت بهدية جالكسي، لازم تاخذ صحبتها معها لمكان كل البنات يحبونه. بقية المشتركين كان يومهم برضو حلو، بس في تجربة مختلفة عن تجربة زينب وبسمة. بقول لك ايه، مش فادي وعايزة اعملوا لي فيها ابطال ونطوا من فوق السما وكده هم مبسوطين؟ يعني بقى نوريهم الدرع بتاع البنات. نخش انا وانت نتدلع بأمنية جالكسي، نوريهم درع البنات، وان احنا برضو بنعرف نتبسط عادي جدا. والله يا بنتي يا زين ما اخترتي بالظبط، يعني خلاص خلينا نخش نتبسط ونفرفش ونشيل بقى هم الخروج ومين هيطلع. المحطة الأولى في يومنا الجميل ده، احنا هنيجي بلو داي ونعمل ضوافرنا ونعمل مساج ونعمل فيشر في وشنا ونتبسط بقى ونتدلع وندلع الأنثى اللي جوانا. هلو، هاي، هاخد دي بقى من عندك. اتفضلي. اوكي، وانا هاخد دي من عندك. هتاخدي من احنا نعملها تبادل، بس دي طويلة قوي. النهاردة جاية انا وبسمة عشان ناخد راحة شوية من التعب أمنية جالكسي. آخ بجد برافو عليكي، اختيار موفق. هي خدمة لسه بجد هنعمل. كنا محتاجين الحاجات دي قوي. لسه هنعمل فيشر بقى كده، نطلع انا وانت نكمل بس في مكان تاني. هنعمل شوبينج رهيب، يوم نسائي بكل ما تحمله الكلمة. هو كنا احنا خلصنا، احنا لسه ما عملناش حاجة، لسه اليوم طويل. يلا وانا معاكي. بسط بقى، بسط. بقول لك ايه؟ خايفة أقول لك تقولي بلاش بقى توقعات والحاجات دي. يا ربي. بس التوقع المرة دي حلو. تفتكري مين هياخد اللقب؟ الله عليكي وعلى التواضع بتاعك. الله، فكري. أنت مش عايزة تاخدي اللقب؟ أكيد برضه عايزة آخد اللقب. مش ما عادي بس. في إيه؟ كده. في إيه؟ المهم تحطي لون إيه؟ نفس اللون اللي أنا حطيته.